ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة. اتمنى ان كلكم تشوفوا الفيديو ده للاخر وتتفاعلوا معاه، يمكن صوتنا يوصل للمسؤولين ونحاول نغير امر واقع اتفرض علينا ضد مصلحة ولادنا وعبء علينا وعلى ولادنا. اتمنى ان تكتبوا الكومنتات بتاعتكم، عجبكم الفيديو شيروه، بس نحاول ان احنا نكون ايد واحدة علشان خاطر نحل المشكلة الجامدة اللي احنا بقينا فيها. طول ما احنا مع بعض وايد واحدة ان شاء الله بفضل الله هنقدر نغير حاجة. ويلا نشوف الفيديو. عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة. سيادة الوزير المحترم طارق شوقي وقع على اتفاقية ما بين وزارة التربية والتعليم وما بين شركة اورنج على ان هيبقى في منصات الكترونية للدروس في اورنج. تمام، هو حضرتك اساسا مش واخد بالك من حاجه، ان اصلا النت سيء جدا في مصر. يعني احنا في الطبيعي لما بنتعامل النت بيقطع والنت بيقع والنت فعلا زفت. فانا مش فاهمه ومش متخيله انتوا ازاي هتخلوا الولاد يتعاملوا على في مذاكره وفي حاجات مهمه زي دي على الانترنت. دي نقطه. تاني نقطه، حضرتك مش واخد بالك برضو ان احنا في بلد فقيرة جدا، مش كل الطلبة ومش كل البيوت فيها كمبيوتر، مش كل البيوت معاهم أجهزة الموبايل اللي هي فيها نت. في ناس، في لسه أولاد ما معهمش موبايلات خالص، في أهالي ماشيين بالموبايلات اللي هي الزراير بتاعت زمان اللي هي ما فيهاش أي إمكانيات ولا أي حاجة غير ولا أوبشنز غير إن هي بترد ألو خلاص. تمام، حضرتك بتتعامل معانا ومع الطلبة او مع الشعب عامه ان هو احنا خلاص بقينا زي اوروبا او زي الدول العربيه المتقدمه. حضرتك احنا تلات ارباع البلد مفيش، تلات ارباع البلد ظروفها تعبانه. يعني حضرتك لازم تراجع الفكر بتاع الانترنت ده، ما ينفعش تماما خالص. وبعدين حضرتك في حاجه كمان مهمه جدا، منين حضرتك بتحارب الدروس الخصوصية زي ما بتقول، ومنين دلوقتي بتعمل منصة للدروس هندفع لها اشتراك؟ يعني هي ايه؟ الكلام بينقض بعضه. فبجد اللي احنا فيه ده، اللي احنا وصلنا له والتدمير اللي انتوا بتعملوه للأهالي وللولاد بجد كده حرام. يعني احنا في نظام تعليم فاشل وإدارة فاشلة. راعوا الظروف اللي الناس فيها، اللي معظم الناس فيها. راعي حضرتك ان احنا في ناس كتير تحت خط الفقر، بيشتغلوا باليوميه، بيشحتوا، بيتدينوا، بيستلفوا، بيعملوا البدع عشان يعلموا عيالهم، وهم ما عندهمش اي امكانيات. كل هدفهم في الحياه ان هم يعلموا اولادهم ويوصلوهم لبر الامان، يعتمدوا على نفسهم. فاللي حضرتك بتعمله ده ما يمشيش عندنا خالص. ما ينفعش حضرتك ان انا امشي الطلبه ان هم ياخدوا على الانترنت. في ناس اصلا فعلا ما بيبقاش معاها ان هي تدي دروس، عيالها بتذاكر مجهودها مع نفسها. فحضرتك سيب الكتب، يعني بلاش كتب المدرسه دي، احنا مش عايزينها. الكتب الخارجيه تتوفر بالكم اللي يكفي، ويعني يبقى قدرتوا تعملوا بقى حاجه في التلفزيون زي ما انتوا كنتوا بتعملوا كده برامج تعليميه. لكن ما تجيش تقول لي منصه وهيدفع فلوس والكلام ده، هي مش اي سبوبه وخلاص. يعني بجد الواحد تعب والواحد جواه كلام كتير بس مش قادر يتكلم برضو، يعني بيتكلم برضو في اطار محدود. ف يعني فوق من اللي انتوا بتعملوه فينا. حضرتك كمان نسيت حاجه مهمه جدا، نسيت ان اصلا ناس كتيره ما عندهاش تليفون ارضي وشغاله بباقه انترنت، بتدفع في الشهر بقى 100 جنيه، بتدفع في ناس شغاله بالباقه اللي هي باليوم بتدفع 10 جنيه، في ناس يعني الناس بتبقى عايشه بابسط امكانياتها. فكده انت بتحط عليها عبء جامد جدا. اولا هيجيبوا واي فاي منين عشان يشحن باقه؟ يبقى هيدفع كام كل شهر؟ ده هي الباقه اساسا ما بتكفوش بالعافيه، والناس فقيره. الناس فقيرة جدا، انتوا ازاي مش حاسين بالناس؟ انتوا انا مش فاهمة، انتوا عمالين تعصروا في الناس وتضغطوا عليها وهم اساسا مستويين.
فبالله عليكم الرحمة شوية، عشان كده خلاص الناس فعلا بتستجير وبتستغيث بربنا ان هو يرحمها من اللي هي بقت فيه. اللي احنا فيه ده ما يرضيش ربنا. نت ايه اللي انت عايز تعلم العيال بيه؟ ما كانش العيل يتعلم بالورقة والقلم، عمر المعلومة ما هتثبت في دماغه. لو سمحت وفر لنا، وفر الكتب المدرسية مش عايزينها، واعمل لنا كتب خارجية تكفي ولادنا كلهم، لان فعلا احنا بنلاقي ازمه في الكتب الخارجيه. ما كنتش هدور على الكتب الخارجيه من بدري، انا ما بلاقيهاش، بيتعمل عدد محدود. وبعدين حضرتك يعني في حوار، انتوا زعلانين قوي، اللي مزعلكم ان فلوس الكتب الخارجيه وفلوس الدروس السناتر ما كانتش بتعدي على حضراتكم، يعني زعلانين ان في سبوبه خرجت من تحت ايديكم فرحتوا عاملين اللي انتوا عملتوه. فما تبقاش مصلحتكم على حساب مصلحه الشعب. يعني الموضوع كده بقى اوفر قوي. وفروا لنا الكتاب، الولاد تذاكر من الكتب بتاعتها، الكتب الخارجية، احنا مش عايزين كتاب المدرسة لأنه زي قلته، يذاكروا من الكتب الخارجية يخشوا يمتحنوا. لا احنا عايزين دراسة اونلاين، ولا عايزين الضغط اللي انتوا عاملينه علينا ده. يعني اتمنى ان صوتنا ان شاء الله يوصل للمسؤولين ونكون كلنا ايد واحدة. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.